أبو ناصر ليشترك في أفراح شعب تونس الشقيق بعيد الجلاء ومغادرة آخر جندي فرنسي قاعدة بندر. وقد صحب الرئيس في هذه الرحلة الدكتور محمود فوزي والسيد عباس رضوان. قصائد تونس كان السيد الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس والسيد أحمد بن بيلا رئيس جمهورية الجزائر باستقبال الرئيس جمال عبد الناصر. والتقى الرؤساء الثلاثة في مودة وإخاء، بينما كانت الهتافات المدوية من الجماهير التي احتشرت في المطار لاستقبال الرئيس جمال عبد الناصر تهتف بحياة الرؤساء الثلاثة وحياة الوحدة. عزفت الموسيقى السلام الوطني للجمهورية العربية المتحدة. وأدى التحية حرس شرف من الجيش التونسي. بعد ذلك صافح الرئيس جمال عبد الناصر مستقبلين من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورجال السلك السياسي العربي والأجنبي وكبار الشخصيات التي حضرت لاستقبال سيادته. وغادر الرؤساء الثلاثة مطار تونس إلى حفاوة الجماهير وهتافاتها. بندر التي تخلصت من الاستعمار والتي كافح أبناؤها كفاح الأبطال من أجل الحرية والاستقلال تحتفل بعيد الجلاء. تحرك موكب الرؤساء من دار الولاية في بندر إلى مقابر الشهداء، وكانت الطرقات محتشدة بالآلاف من الجماهير من أهالي تونس جاءت من مختلف أرجاء الجمهورية إلى بندر لتحتفل بعيدها الوطني ولتستقبل الرؤساء وتحييهم تحية الإكبار بما بذلوه من جهود وتضحيات للحصول على استقلال بلادهم ورفع علم الحرية عاليا. وبين الحفاوة البالغة وصل الموكب إلى مقبرة الشهداء الذين سقطوا في معركة الحرية، وهناك قرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء الأبطال الذين جادوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحرية والاستقلال. وصل الموكب بعد ذلك إلى ساحة الميناء حيث أقيم المؤتمر الشعبي الكبير الذي حضره مندوب رؤساء الحكومات والوزراء ورجال السلك السياسي العربي والأجنبي. ألقى الرئيس الحبيب بورقيبة خطابا قال فيه: إنه لا يسعدني ويسعدكم أن يشاركنا في الاحتفال بعيد الجلاء الرئيس جمال عبد الناصر الزعيم البطل الذي حقق جلاء القوات الأجنبية عن أرض بلاده وحقق النصر تلو النصر في شتى الميادين. وتكلم الرئيس جمال عبد الناصر فقال: نحمد الله الذي مكننا من أن نرى تونس وقد تحررت كلية من الاستعمار الأجنبي. لقد سبقت هذه الاحتفالات أيام عصيبة، أيام الكفاح والنضال، وقادكم الأخ الحبيب بورقيبة ونصركم الله وعادت تونس حرة كريمة إلى أبنائها. وقال الرئيس أحمد بن بيلا: إن الاستعمار لا يزال يتربص بنا، فإذا أردنا أن نصر على وجودنا فإن هناك الوحدة التي لا تمكنه من ذلك، وحدة الصفوف. وفي صباح اليوم التالي حضر الرؤساء العرض الرياضي والعسكري الذي أقيم بمناسبة عيد الجلاء، ودعا الرئيس التونسي الرئيس جمال عبد الناصر لتقليد الضباط الأوسمة التذكارية. ثم بدأ عرض الشباب والشرطة والحرس الوطني والجيش التونسي، فمروا أمام المنصة الرئيسية التي وقف عليها الرؤساء ومندوب رؤساء الدول العربية. وكان العرض بالغا حد الروعة والكمال.
في المساء أطلقت الصواريخ في سماء بنزرت احتفالا باليوم الخالد من أيام تونس والعيد البهيم عيد الجلاء. نبه الرئيس جمال عبد الناصر السيد علي صبري عضو مجلس الرئاسة ورئيس المجلس التنفيذي لاستقبال السيد شو إن لاي رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية عند وصوله إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية للجمهورية العربية المتحدة. وعند نزول الضيف الكبير من الطائرة استقبله السيد نائب الرئيس وهنأه بسلامة الوصول وقدم لسيادته السيد كمال رفعت عضو مجلس الرئاسة ورئيس بعثة الشرف المرافقة لسيادته. وعزفت الموسيقى السلام الوطنية للبلدين وعد التحية حرس شرف من الحرس الجمهوري. ثم فتش الضيف الكبير حرس الشرف وقصد سيد شو إن لاي إلى مستقبليه من السادة الوزراء ورجال السلك السياسي العربي والأجنبي وكبار الشخصيات فصافحهم سيادته. ثم غادر الضيف الكبير المطار في موكب رسمي. وبعد الظهر استقبل الرئيس جمال عبد الناصر السيد شو إن لاي في داره وقد رحب الرئيس بالضيف الكبير مهنئا بسلامة الوصول. وقد رافق الضيف الكبير في هذه الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية ونائب مدير مكتب الشؤون الخارجية ونائب وزير الشؤون الخارجية ومدير سكرتارية رئيس مجلس الوزراء. كما حضر هذه المقابلة السيد كمال دين رفعت عضو مجلس الرئاسة ورئيس بعثة الشرف وكذلك سفير الصين الشعبية في القاهرة. وأهدى الرئيس جمال عبد الناصر للضيف قلادة النيل بمناسبة زيارته للجمهورية العربية المتحدة. كما أهدى سيادته لمرافقي الأوسمة التي أنعمت بها عليهم حكومة الجمهورية العربية المتحدة. وفي المساء صحب الرئيس جمال عبد الناصر والسيدة عقيلته الضيف الكبير إلى قصر عابدين لحضور مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس جمال عبد الناصر تكريما لسيادته والتي دعي إليها السادة نواب الرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ومرافق الضيف الكبير. وفي قاعة الاحتفالات الكبرى في القصر أقبل الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورجال السلك السياسي وعقيلتهم على السيد الرئيس جمال عبد الناصر وضيفه الكبير حيث قدموا تحياتهم وأطيب تمنياتهم. وفي صباح اليوم الثاني زار السيد شو إن لاي الكلية الحربية وقد رافق سيادته السيد كمال رفعت عضو مجلس الرئاسة ورئيس بعثة الشرف المرافقة لسيادته. وقد حيا الضيف الكبير عند وصوله حرس شرف من طلبة الكلية الحربية. وتصدر السيد شو إن لاي المنصة الرئيسية وإلى جواره الفريق علي عامر حيث استعرض سيادته طلبة الكلية الحربية الذين مروا أمام سيادته في طابور عرض وقد أعجب الضيف بهذا المعهد العسكري الكبير. المباحثات بين الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس شو إن لاي بالقصر الجمهوري بالقبة وحضرها من الجانب العربي السادة المشير عبد الحكيم عامر وعلي صبري وكمال رفعت ودكتور محمود فوزي وحسين ذو الفقار صبري وعبد المجيد فريد وسفيرنا في بكين. ومن الجانب الصيني الماريشال شان يي نائب رئيس مجلس الوزراء ومرافق الرئيس الصيني من الرجال الرسميين. وتحدث الرئيس عن الأوضاع في العالم العربي وفي إفريقيا وعن سياسة الجمهورية العربية المتحدة وعن مشكلة فلسطين. وتحدث رئيس شو إن لاي عن مشكلات آسيا والأحداث الدولية. وأكد الرئيس الصيني حقوق العرب في فلسطين في استرداد وطنهم. كما اتفق الجانبان على تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. وزار الرئيس شو إن لاي الرئيس جمال عبد الناصر في داره وقد استقبل الرئيس الضيف الكبير عند وصوله وقدم له أنجالة وقد صافحهم الضيف الكبير مرحبا بهم وأخذ معهم صورة تذكارية. وأمضى الرئيس
جمال عبد الناصر ورئيس شوين لاي بعض الوقت استكمالا للمباحثات التي دارت بينهما. وفي المساء اقام رئيس شوين لاي مأدبة عشاء بقصر عابدين تكريما للرئيس جمال عبد الناصر والسيدة عقيلته. دعي اليها السادة نواب الرئيس واعضاء مجلس الرئاسة والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورجال سلك السياسة العربي والاجنبي وعقيلتهم. وقد مر المدعوون امام الرئيس جمال عبد الناصر وضيفه الكبير مقدمين تحياتهم واطيب تمنياتهم. رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية الاحتفال بعيد العلم التاسع الذي اقيم بسرايا الحرية بالجزيرة. وشهده نواب الرئيس واعضاء مجلس الرئاسة والوزراء والاساتذة والفائزون بالجوائز التقديرية والتشجيعية والأوسمة. وقدمت فتاتان صغيرتان باقات الزهور للرئيس وضيفه الكبير. وانشد الفائزون نشيد موكب مصر وعزفت الموسيقى تحية عيد العلم. ذلك موكب الفائزين فأخذ يدخلون القاعة في مجموعات يتقدمها الطلبة والطالبات وهم يحملون أعلام كليتهم. وقف تلميذ من تلاميذ المرحلة الأولى ومن أبناء الثورة فألقى كلمة بدأها بقوله: ربنا يطول عمرك يا جمال علشان نشوف بلدنا أحسن بلد في العالم. ثم قدم التلميذ الصغير للرئيس درع عيد العلم التاسع. وقف الرئيس جمال عبد الناصر وألقى خطابا جاء فيه: لقد أسعدني أن أحضر معكم ليلة الاحتفال بعيد العلم في صحبة الصديق العزيز والمناضل الآسيوي الممتاز شوين لاي رئيس وزراء الصين الشعبية الذي يزور بلادنا الآن. وقال الرئيس: إن موكب العلم الذي يمر أمامي وهو المظهر النابض لحركة أمتنا داخل حدود المستقبل أكد أن الفكر العلمي هو الصلة التي تشد شعوب العرب وتوحد بينها. وقال الرئيس: إن الثورة هي علم التغيير الاجتماعي الشامل والعميق لصنع حياة جديدة تفي بمطالب الثوار وآمالهم. وقال الرئيس: إن الأمة العربية تقف اليوم على حافة الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، فلتكونوا وليكن كل ما تحصلونه من علم جسرا نعبره بالقوة والإيمان إلى داخل المستقبل، ولترتفع المشاعر بأيديكم على آفاق الغد. وألقى الرئيس شوين لاي كلمة قال فيها: لقد رأينا في سرور ما أحرزه شعب الجمهورية العربية المتحدة تحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر من الانتصار في كفاحه ضد أعوان الاستعمار، ومن النجاح والفوز في تنمية الاقتصاد القومي والثقافة القومية وأعمال العلوم والفنون. وإن كثرة الفائزين بالجوائز في هذا الحفل لدليل على أن عددا كبيرا من رجال الثقافة والعلم في الجمهورية العربية قد أخذوا في طريق البناء. وبعد ذلك وقف الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس شوين لاي على المنصة الرئيسية، حيث سلم الرئيسان جوائز الدولة التقديرية والجوائز التشجيعية والأوسمة على الفائزين. المدينة الخالدة
التي وقفت أمام قوى الغدر والطغيان، بورسعيد مدينة الأبطال. وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى محطة بورسعيد وبصحبته السيد أحمد بيلو رئيس وزراء نيجيريا الشمالية وضيف الجمهورية العربية المتحدة والسادة نواب الرئيس. فكان في استقبالهم السيد عماد الدين رشدي محافظ المدينة، وعزفت الموسيقى السلام الوطني وأدى التحية حرس شرف من القوات المسلحة. كان بورسعيد شعلة من نار، وكان ميدان المحطة يموج بالآلاف من الجماهير تنتظر لقاء القائد والزعيم. واخترقت سيارة الرئيس التي وقف فيها سيادته ومعه ضيفه الكبير رئيس وزراء نيجيريا والمشير عبد الحكيم عامر شوارع المدينة المحتشرة بالجماهير، والتي أخذت تهتف من أعماق قلوبها للرئيس جمال عبد الناصر قائد مصر. وكانت شرفات المنازل محتشرة بالجماهير التي أخذت تنثر الورود على موكب القائد المظفر. وبين هذه الحفاوة الرائعة وصل الموكب إلى مكان العرض العسكري بساحة الشهداء. عند وصول الرئيس عزفت الموسيقى السلام الوطني. بعد ذلك تقدم الرئيس وضيفه الكبير والمشير عبد الحكيم عامر الى النصب التذكاري للشهداء الابرار الذين جادوا بدمائهم الزكية الطاهرة في الدفاع عن وطنهم، ووضعوا باقات الزهور وقرأوا الفاتحة على ارواحهم الطاهرة. وحضر الرئيس بعد ذلك العرض العسكري الذي اشتركت فيه وحدات رمزية من مختلف أسلحة القوات المسلحة والشرطة وهيئة الفتوة، حملة الأعلام. الموسيقات المترجلة. الكبير أبطال الفوجين العاشر والحادي عشر العائدين من اليمن إلى أرض الوطن يتقدمهم قادتهم. ثم صار في العرض أبطال من الجمهورية العربية اليمنية يتقدمهم علمهم. قوات من رجال الشرطة. هيئة الفتوة. وقوات الصاعقة. القوات الميكانيكية والمدفعية على أنواعها والمدرعات والدبابات تشهد العالم العربي بل والعالم كله على ما أعدته الجمهورية العربية المتحدة دفاعا عن حق العرب في تقرير مصيرهم وتثبيت سلطانهم على أرضهم وإعلاء كلمتهم في بلادهم وطرد كل معتد غاصب لأي شبر من أرضنا العربية الطاهرة. وصل موكب الرئيس الى استاد بورسعيد يلتقي بالجيل الجديد
الذي شب في ظل الثورة وليلتقي مرة أخرى بالأبطال العائدين من اليمن. وصافح الرئيس قائد القوات العائدة وقادة الوحدات ومن بينهم ضباط الصف الذين حققوا الانتصارات في أرض اليمن. زهرات من فتيات بورسعيد وقلدنا القادة باقات من الزهور. وقدم السيد عماد الدين رشدي محافظ بورسعيد درع المدينة وعلمها إلى قائد القوات العائدة باسم شعب بورسعيد. وتبادل المهندس محمود يونس رئيس هيئة قناة السويس وقائد القوات العائدة الأعلام. وبدأ العرض رياضي، تقدم أطفال المرحلة الابتدائية عرضا عنوانه وطن الأحرار، ثم قدمت فتيات المرحلة الإعدادية والثانوية عرضا بالأطواق وهن بملابسهن الناصعة البياض. كما شمل العرض الرياضي رقصات توقيعية وعروضا رياضية من الطالبات والطلبة. الكرنفال الكبير الذي قدمته بورسعيد لأول مرة في احتفالات أعياد مصر. ومثلت كل عربة قصة من القصص التي عاشتها بورسعيد الباسلة مع الاستعمار، كما مثلت جهاد الدول العربية الشقيقة الجزائر واليمن والعراق في كفاحها تجاه الاستعمار والمستعمرين ونصرتهم على قوى الشر والطغيان. كما مثلت العربات المناسبات الوطنية والقومية للبلاد. وجاء هذا الكرنفال الكبير تحفة فنية رائعة. وضيفه الكبير بتدشين السفينة الزهراتير، خامس سفينة تصنع في الجمهورية العربية المتحدة، وذلك في الترسانة البحرية لهيئة القناة. وقام الرئيس جمال عبد الناصر بعد ذلك مع الرئيس أحمد أوبيلو بعملية لحام أول لوح من الصلب في بناء السفينة العربية السادسة. وحضر الرئيس جمال عبد الناصر المؤتمر الشعبي الكبير الذي أقامه الاتحاد الاشتراكي العربي بمناسبة عيد مصر. وتحدث السيد عماد الدين رشدي محافظ بورسعيد عن مشروعات المحافظة، فأعلن أن المحافظة نفذت 90% من الخطة الخمسية الأولى، واستعرض بالأرقام والإحصائيات ما حققته المحافظة في مجال الإنتاج ووفرة المحصول وتوفير التعليم لكل مواطن واستكمال المزيد من المستشفيات والمجهود الذي بذل في قطاع الإسكان. رئيس جمال عبد الناصر خطابه التاريخي الذي تكلم فيه عن انتصار بورسعيد العظيم وعن بطولة ابناء المدينة الباسلة التي دحرت الاستعمار والمستعمرين. ثم اعلن الرئيس ان الحاجة ماسة الان الى اجتماع لرؤساء وملوك الدول العربية لبحث تحويل مياه نهر الاردن على مستوى المسؤولية العليا في كل بلد عربي، واتخاذ قرار بهذا الشأن على اساس واضح وصريح وشريف يحفظ شرف العرب وحق العرب ومستقبل العرب. موقف عربي موحد يصد عدوان الغاصبين ويعيد للعرب مكانتهم كقوة لها وزنها في الدفاع عن الحق ورد العدوان. ولبست القاهرة اجمل زينة من اعلام الدول العربية التي تشابكت في اتحاد يعكس اتحاد قلوب العرب الذين يتطلعون في امل الى اجتماع القمة العربي بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر الذي أطلق صيحة التحذير في بورسعيد، واستجاب لهذه الصيحة كل الرؤساء والملوك العرب.
شهد مطار القاهرة وصول الرؤساء والملوك العرب، واحتشمت الجماهير بالمطار لتحيي الأقطاب عند وصوله. وفي يوم 9 يناير وصل السيد المشير عبد الله السلام رئيس الجمهورية العربية اليمنية، وكان في استقبال سيادته الرئيس جمال عبد الناصر والسادة نواب رئيس والوزراء. وفي يوم الأحد 12 يناير وصل إلى المطار 7 من الملوك والرؤساء، وكان أول من وصل السيد الفريق إبراهيم عبود رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السودانية، وكان الرئيس جمال عبد الناصر في استقبال الرئيس السوداني. العاشرة والنصف وصل الملك حسين ملك الأردن، وقد استقبله الرئيس جمال عبد الناصر. الواحدة الى الربع وصل اللواء امين الحافظ رئيس المجلس الوطني السوري، واستقبله الرئيس جمال عبد الناصر. وصل بعد ذلك الى المطار الامير عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت، وقد استقبله الرئيس جمال عبد الناصر. في الساعة 2:15 وصل الأمير حسن الرضا ولي عهد المملكة الليبية، واستقبله الرئيس جمال عبد الناصر. في 3:15 وصل الرئيس عبد السلام عارف رئيس الجمهورية العراقية، واستقبله الرئيس جمال عبد الناصر. الساعة 4:15 وصل الرئيس أحمد بن بلة رئيس الجمهورية الجزائرية، واستقبله الرئيس جمال عبد الناصر. وفي المساء بدأت المقابلات بين الملوك والرؤساء تمهيدا لاجتماعات المؤتمر، فاستقبل الرئيس جمال عبد الناصر في داره الملك حسين ملك الأردن، وقدم الاجتماع بعد الوقت. ثم استقبل الرئيس بعد ذلك الرئيس عبد السلام عارف رئيس جمهورية العراق، واجتمع الرئيس جمال عبد الناصر بالرئيس العراقي بعد الوقت بحضور سفير الجمهورية العربية المتحدة في العراق. واستقبل الرئيس بعد ذلك الرئيس أحمد بن بلة رئيس جمهورية الجزائر، ودام الاجتماع بعد الوقت. بحث فيه الرئيسان مختلف الشؤون، وحضر الاجتماع سفيرنا في الجزائر. استقبل الرئيس بعد ذلك الامير عبد الله الصباح امير دولة الكويت، واجتمع الرئيس جمال عبد الناصر بالامير الكويتي بعد الوقت، وحضر الاجتماع السيد انور السادات عضو مجلس الرئاسة. وفي صباح اليوم التالي وصل الى مطار القاهرة الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس، وقد استقبل الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس التونسي. بعد ذلك الى ارض المطار الطائرة الخاصة التي تقل الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية،
والوفد المرافق لجلالته، وقد استقبل الرئيس جمال عبد الناصر الملك سعود. بعد ذلك الملك الحسن ملك المغرب وبرفقته شقيقه الامير عبد الله والوفد المرافق لجلالته. وقد استقبل الرئيس جمال عبد الناصر ملك المغرب. الخامسة بدأت مرحلة تاريخية جديدة في حياة الأمة العربية، فقد بدأ الاجتماع التاريخي لملوك ورؤساء دول الجامعة العربية، وبدأ العالم يتطلع وينتظر ما يقرره الملوك والرؤساء العرب في مؤتمرهم الكبير. وكانت الوفود قد بدأت تأخذ أماكنها في قاعة الاحتفالات الكبرى حول المائدة المستديرة التي وضعت عليها أسماء الدول المشتركة في مؤتمر القمة العربي، وهم يمثلون 13 دولة عربية مع وفد فلسطين التي من أجلها عقد المؤتمر الكبير. وكان أعضاء الوفود ينتظرون وصول الرؤساء والملوك، وكلهم عزم وثقة بأن هذا المؤتمر سيفتتح صفحة جديدة مشرقة في تاريخ أمتنا العربية، وسيعيد إليها قدرتها على النضال الموحد ضد الصهيونية وضد الاستعمار وضد عوامل الفرقة والضعف، وسيثبت للعالم كله أن أمة العرب أمة واحدة. بعد أن اكتملت الوفود بدأ ملوك ورؤساء الدول العربية يعبرون الجسر المقام بين فندق هيلتون ومبنى الجامعة لحضور المؤتمر الكبير. الرئيس جمال عبد الناصر الجمهورية العربية المتحدة، الملك سعود المملكة العربية السعودية، المشير عبد الله السلال الجمهورية العربية اليمنية، الأمير عبد الله سالم الصباح دولة الكويت، اللواء أمين الحافظ الجمهورية السورية، الرئيس رشيد كرامي الجمهورية اللبنانية، الأمير حسن الرضا المملكة الليبية، الملك الحسن المملكة المغربية، الرئيس أحمد بن بلة الجمهورية الجزائرية، الرئيس إبراهيم عبود الجمهورية السودانية، الرئيس الحبيب بورقيبة الجمهورية التونسية، الملك حسين المملكة الأردنية الهاشمية. ورأس الجلسة الرئيس عبد السلام عارف وبجانبه السيد عبد الخالق حسونة أمين الجامعة. وافتتح الرئيس العراقي الجلسة بحمد الله على هذا الاجتماع الأخوي لصالح هذه الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس، ثم شكر سيادته الرئيس جمال عبد الناصر على هذه الدعوة التاريخية. وقال أمين الجامعة إنما لقيته هذه الدعوة من تجاوب إجماعي لهو برهان جديد على وحدة أمتنا العربية. وقال الرئيس جمال عبد الناصر إن الشعب الذي يضم الجامعة العربية في وسط أرضه يضم الآن أغلى مشاعره وأعز أمانيه على هذه القاعة، وأدعو الله من أجلكم جميعا توفيقا ونصرا. وأقامت الجامعة العربية مأدبة عشاء حضرها الملوك والرؤساء، ووقف الملوك والرؤساء جنبا إلى جنب حيث تقبلوا تحيات السادة نواب الرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورجال السلك السياسي العربي والأجنبي وكبار الشخصيات العربية والشخصيات التي حضرت مؤتمر القمة العربي.
وفي اليوم التالي حضر الملوك والرؤساء الاجتماع الخاص الذي أقيم بمبنى الجامعة العربية. وفي داخل القاعة جلس الملوك والرؤساء جنبا إلى جنب، ومن خلفهم وزراء خارجية الدول العربية. وقد بحثت في هذا الاجتماع الخاص كل المسائل المتعلقة بالمؤتمر، كما بحثت القرارات التي قدمت إلى المؤتمر من اللجنة العسكرية والفنية والمالية، كما بحثت في الاجتماع الخاص العلاقات بين الدول العربية الشقيقة والخطوات التي يجب اتخاذها لكي تعود هذه العلاقات أقوى مما كانت عليه قبل هذا الحدث التاريخي. وبعد انتهاء الاجتماع الخاص غادر الملوك والرؤساء مبنى الجامعة العربية إلى فندق شفرد سيرا على الأقدام ليحضروا مأدبة الغداء التي أقامها رئيس عبد السلام عارف رئيس جمهورية العراق بوصفه رئيسا لجلسات مؤتمر القمة العربية. وفي داخل الفندق جلس يجمعهم المحبة التي وحدت بين قلوبهم لتحقيق الهدف الكبير في نصرة فلسطين الشقيقة وفي إعادة الأمة العربية إلى مركز الصدارة والقوة. وتوجه الملوك والرؤساء بعد ذلك إلى مأدبة الغداء. في المساء صاحب الرئيس جمال عبد الناصر الملوك والرؤساء إلى قصر عابدين لحضور مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها سيادته تكريما لضيوفه الكرام. وفي وسط قاعة الاحتفالات الكبرى وقف الملوك والرؤساء حيث مر أمامهم كبار المدعوين من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورجال السلك السياسي العربي والأجنبي والمرافقين للملوك والرؤساء، حيث قدموا تحياتهم وأطيب تمنياتهم. في صباح اليوم الأخير من أيام الاجتماعات اجتمع في مبنى الجامعة العربية وزراء خارجية الدول العربية، وحضر الاجتماع السيد أمين الجامعة العربية، وذلك لبحث صورة القرارات النهائية التي سترفع للرؤساء والملوك لإقرارها والالتزام بتنفيذها، بعد أن توصل الرؤساء والملوك في الجلسات الخاصة والاجتماعات العامة إلى اتفاق كامل على هذه القرارات. وبعد ذلك بدأت الجلسة الأخيرة لمؤتمر القمة العربي التي شهدها الرؤساء والملوك العرب والوفود المرافقة لهم. وألقى رئيس المؤتمر المشير ركن عبد السلام عارف كلمة بهذه المناسبة قال فيها: الحمد لله الذي جمع كلمتنا ووفقنا إلى أفضل السبل لتحقيق أمنية أمتنا العربية. ثم توجه سيادته بالشكر للرئيس جمال عبد الناصر صاحب الدعوة التي هيأت هذه الفرصة لتبديل الضباب وتصفية الجو العربي. ثم تلا الأمين العام للجامعة العربية البيان المشترك الذي نص على اتخاذ القرارات العملية اللازمة لاتقاء الخطر الصهيوني الماثل. وقال البيان إن اجتماعات المؤتمر أسفرت عن إجماع الملوك والرؤساء العرب على إنهاء الخلافات وتصفية الجو العربي. وهكذا انتهى هذا الاجتماع التاريخي بلقاء القلوب على عهد المحبة والتضامن والعمل من أجل خير الأمة العربية ومن أجل فلسطين الغالية. القمة العربي الذي كان الرئيس العراقي رئيسا لجلساته في الجامعة العربية.
كما كان في وداع الرئيس العراقي السادة نواب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الرئاسة والوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة والشخصيات العراقية في القاهرة. وصحب الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس العراقي إلى منصة التحية. ثم قام الرئيسان بعد ذلك بتفتيش حرس الشرف. وودع الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس عبد السلام عارف وداعا حارا. استقبل الرئيس جمال عبد الناصر في داره المستر لي كوان يو رئيس وزراء سنغافورة على رأس وفد للاجتماع بالمسؤولين لشرح موقف اتحاد ماليزيا للمسؤولين. واجتمع الرئيس جمال عبد الناصر بالرئيس لي كوان يو ومرافقيه بعض الوقت. وحضر المقابلة السيد أنور سلامة وزير العمل. وقصد المستر لي كوان يو والوفد المرافق لسيادته إلى القصر الجمهوري بالقبة، حيث زار السيد علي صبري عضو مجلس الرئاسة ورئيس المجلس التنفيذي في مكتبه. واستقبل السيد علي صبري رئيس وزراء سنغافورة الذي قدم لسيادته مرافقيه. وحضر المقابلة السيد أنور سلامة وزير العمل. ثم اجتمع السيد علي صبري بالسيد لي كوان بعض الوقت، شرح فيها رئيس الوزراء للسيد علي صبري الغرض من زيارته للقاهرة وللدول الإفريقية. وقصد رئيس وزراء سنغافورة إلى مبنى التلفزيون العربي، حيث قابل السيد الدكتور عبد القادر حاتم وزير الثقافة والإرشاد القومي في مكتبه. وقدم رئيس الوزراء للسيد الوزير مرافقيه. ودامت المقابلة بعض الوقت. عقد السيد أحمد الشقيري ممثل فلسطين في الجامعة العربية مؤتمرا صحفيا شرح فيه خطط العمل التي كلفه بها مؤتمر القمة العربي من أجل تنظيم شعب فلسطين. وأعلن سيادته في المؤتمر أن مشكلة فلسطين ليس لها حل سلمي، وأن تنظيم شعب فلسطين سيستكمل قبل الاجتماع المقرر في أغسطس القادم للملوك والرؤساء العرب يبارك خطط نضال شعب فلسطين ليكون طليعة نضال الأمة العربية في تحرير فلسطين. وقال سيادته أن دعوة الرئيس جمال عبد الناصر قد دفعت القضية الفلسطينية إلى عهد جديد يتسم بصدق العزيمة والإعداد الصحيح ليوم النصر. لن تفرق بينكم تحت اسم من الأسماء الحزبية أو الطائفية، كلنا عرب ولن يستطيع أي فرد أن يفرق بيننا. وعقد الرئيسان جمال عبد الناصر وعبد الله السلال اجتماعا في العاصمة اليمنية شهده ممثلو جميع القوى العاملة في الشعب اليمني. وقد حضر هذه المحادثات المشير عبد الحكيم عامر والسيد أنور السادات والسيد زكريا محي الدين والفريق أول عبد المحسن مرتجي، ومن الجانب اليمني اللواء حسن العمري نائب رئيس الجمهورية والسيد حمود الجائفي والسيد أحمد محمد نعمان. وأعلن عقب الاجتماع أنه قد وفق فيه على الدستور الجديد للجمهورية العربية اليمنية، وأن الرئيس السلال قد كلف السيد حمود الجائفي بتشكيل وزارة جديدة. وفي ختام الزيارة وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى مطار صنعاء يرافقه الرئيس السلال، وصافح الرئيس مودعيه. وتوجه الرئيس إلى الطائرة حيث صافح الرئيس السلال وتعانقا في مودة وإخاء. وفي مطار القاهرة وصلت الطائرة العربية التي تقل الرئيس جمال عبد الناصر ومرافقيه، حيث كان في استقبال سيادته السادة نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. عاصمة الجمهورية العربية المتحدة أكبر احتفال أقيم بمناسبة أول مايو عيد العمال. في الساعة الرابعة بعد الظهر تحرك مهرجان العمال الذي يضم عمال الهيئات والمؤسسات المختلفة والكشافة والفتوة والفرق الرياضية من مركز رعاية الشباب بالجزيرة، يتقدمه حامل الأعلام. وأخذ الشباب يسيرون تباعا في شوارع القاهرة إلى ميدان الجمهورية
حيث أقيم الاحتفال الرئيسي الذي حضره الرئيس جمال عبد الناصر. تابعت صواديل الشباب مواكب عربات الزهور التي تمثل مختلف الهيئات والمؤسسات وترمز إلى ضخامة الإنتاج في الجمهورية العربية المتحدة. وفي الساعة 7:30 وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى الصرادق الضخم الذي أقامه الاتحاد الاشتراكي في ميدان الجمهورية. استقبل من آلاف الجماهير بالهتاف والتكريم. وتصدر الرئيس المنصة الرئيسية، يحيط بسيادته السادة نواب الرئيس ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء. استعرض السيد الرئيس الشباب ومهرجان الزهور. بدأ الاحتفال بكلمة من السيد أحمد فهيم رئيس الاتحاد العام لعمال الجمهورية، فقال إن العمال أصبحوا اليوم يشتركون في الأرباح وفي الإدارة وفي مجلس الأمة. وقال السيد عبد الله الأصمد زعيم عمال عدن: إنكم الآن تعيشون نتائج ثورتكم، تعيشون مكاسب الحرية التي حصلتم عليها. وقال السيد محمد أسعد راجح الأمين العام لاتحاد العمال أن حضور الرئيس جمال عبد الناصر مؤتمر العمال هو قمة التكريم لقوى الشعب العاملة. ثم ألقى السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية كلمة الاتحاد الاشتراكي، فقال إن العمال يعتزون اليوم بلقائك مجددين العهد على العمل حتى يأخذ هذا الوطن مكانه في حياة الكفاية والعدل. وبعد ذلك ألقى الرئيس خطابه التاريخي الذي جاء فيه إن بريطانيا تهددنا بالعقوبات الاقتصادية، ونحن نقول: سنطرد الإنجليز من كل أرض عربية وسنقابل العقوبات الاقتصادية بعقوبات أشد. إن الإنجليز يأخذون 500 مليون جنيه من العالم العربي ويعطون مساعدات لإسرائيل لتشتري بها سلاحا تستعمله ضدنا، ولهذا سنكافح حتى نخلص الأمة العربية كلها من الاستعمار البريطاني. استقبلت الأسكندرية سيارة الرئيس نيكيتا خروتشوف رئيس وزراء اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية استقبالا لم تشهده المدينة من قبل. وفي الساعة 9 من صباح يوم السبت 9 مايو عام 1964 وصلت الى الميناء الباخرة ارمينيا التي تقل سيارة الرئيس نيكيتا خروشوف والسيدة عقيلته وافراد اسرته والوفد المرافق لسيادته. وصل الى محطة الركاب البحرية السيد الرئيس جمال عبد الناصر ترافقه السيدة قرينته وكريمته لاستقبال الضيف العظيم. وغادر الرئيس السوفيتي الباخرة حيث استقبله الرئيس جمال عبد الناصر، وتلاقى الرئيسان العظيمان لقاء الصداقة والود والتفاهم العميق. الركاب البحرية صحب الرئيس جمال عبد الناصر ضيفه الكبير الى منصة التحية، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطنية للبلدين وادى التحية حرس شرف من طلبة الكلية البحرية. ومر الرئيسان على حرس الشرف، ثم صافح الضيف الكبير كبار المستقبلين وتبادل الرئيسان الكلمات. فقال الرئيس جمال عبد الناصر ان اسم خروشوف ظل يتردد كالاسطورة على شفاه ابناء الجمهورية العربية الذين عرفوه محاربا شجاعا وصديقا شريفا. وقال رئيس خروشوف ان جمال عبد الناصر يعرفه شعب الاتحاد السوفيتي حق المعرفه ويحترمه صادق الاحترام. وبعد ذلك تحرك الموكب الرسمي من محطه الركاب البحريه الى محطه الاسكندريه، وكانت الالوف المؤلفه من الجماهير في استقبال الضيف الكبير. واحاطت هذه الالوف بسياره الرئيسين تهتف بحياه الضيف الكبير
وحياة الرئيس جمال عبد الناصر. وكان الرئيسان في سيارة مكشوفة يردان التحية لأبناء الأسكندرية. وسط هذه المظاهر الخلابة وصل موكب الرئيسين إلى محطة الأسكندرية. وفي داخل المحطة استقبلت الجماهير الزاخرة الرئيسين بالهتافات المدوية بحياة الصداقة السوفيتية العربية. وغادر القطار الأسكندرية إلى القاهرة مارا بمختلف المحافظات التي خرج أهلها للترحيب بالرئيس جمال عبد الناصر وبضيفه الكبير، والإعراب عما تكنه القلوب من محبة غامرة للشعب السوفيتي الصديق ورئيس وزرائه العظيم. ووصل القطار إلى محطة القاهرة، فعزفت الموسيقى سلام البلدين، وأدى التحية حرس شرف من الحرس الجمهوري. وقدمت الفتيات إلى الرئيسين باقات الزهور، ثم صافح رئيس السوفيتي السادة المستقبلين. وغادر الموكب الرسمي محطة القاهرة في طريقه إلى القصر الجمهوري بالقبة. وكانت الشوارع محتشدة بالجماهير التي لا قصر لها، وكانت هتافاتهم المدوية بحياة الصداقة السوفيتية العربية وحياة الرئيس روتشوف والرئيس جمال عبد الناصر تشق عنان السماء. وكانت الشرفات والدور تموج أيضا بالأهلين الذين أخذوا ينصرون الزهور على موكب الرئيسين. ونصبت الأعلام فوق الدور والمنشآت، كما نصبت أقواس النصر في الطرقات. وكان الرئيسان في السيارة المكشوفة يردان التحية للشعب الذي عرف معنى الاتفاق ومعنى الصداقة. تتزاحم أمامه ذكريات تاريخ طويل يتجسد في شخص خروتشوف رمزا حيا، كما قال الرئيس جمال عبد الناصر، لأنبل علاقات يمكن أن تقوم بين الشعوب. وبين هذه المظاهر الخلابة وصل الركب إلى القصر الجمهوري بالقبة الذي أعد لضيافة الضيف الكبير والسيدة عقيلته. وفي المساء زار الرئيس نيكيتا خروتشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي الرئيس جمال عبد الناصر في داره، ورحب الرئيس بضيفه العظيم وقدم لسيادته أنجاله، فصافحهم الضيف الكبير. وقد رافق الضيف المشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس بعثة الشرف. وقد شهد الزيارة السادة رئيس مجلس الأمة ونواب الرئيس ورئيس الوزراء ومرافق الضيف الكبير ووزير الخارجية. وكان الضيف الكبير موضع الحفاوة والتقدير. وبعد ذلك صحب الرئيس جمال عبد الناصر والسيدة عقيلته الضيف الكبير والسيدة عقيلته إلى مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس تكريما لضيفه العظيم. داخل الصالون الابيض اهدى الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف قلادة النيل ارفع الاوسمة في الجمهورية. وفي القاعة الكبرى من قصر عابدين وقف الرئيسان وعقيلتهما، حيث مر كبار المدعوين من السادة الوزراء ورجال السلك السياسي العربي والاجنبي وعقيلتهم، وكبار الشخصيات السوفيتية والعربية وقادة القوات المسلحة واعضاء الجالية السوفيتية، حيث قدموا تحياتهم وعظيم احترامهم. وآثارها. وبدأ الضيف الكبير زيارته بمتحف الآثار المصري، وقد صحب سيادته في هذه الزيارة الرئيس جمال عبد الناصر. وفي خلال الزيارة التي استمرت حوالي ساعتين أبدى الضيف الكبير إعجابه بروعة الفن القديم وعظمة الفراعنة الأمجاد.
وكان الرئيس السوفيتي يستفسر عن كل ما يشاهده. وكان الأستاذ أنور شكري وكيل وزارة الثقافة والإرشاد القومي لشؤون الآثار يشرح للضيف الكبير معروضات المتحف وتاريخها. وصل الرئيسان بعد ذلك إلى متحف الفن الإسلامي لمشاهدة معروضاته النفيسة. وفي داخل الدار شاهد رئيس السوفيتي المعروضات التي تعكس الحضارة الإسلامية وما قدمته للإنسانية في شتى الميادين. وكان سيادته يستفسر عن تاريخ هذه المعروضات التي بدت آية في الروعة والجمال وحسن الصنع وسلامة الذوق. بعد الظهر بدأت المباحثات الرسمية بين الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس نيكيتا خروتشوف في القصر الجمهوري بالقبة. وحضرها من الجانب السوفيتي كبار الشخصيات الرسمية المرافقة للرئيس خروتشوف، ومن الجانب العربي السادة المشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية، وعلي صبري رئيس الوزراء، والدكتور محمود فوزي، والسيد محمود رياض وزير الخارجية، والسيد مراد غالب السفير العربي في موسكو. وتبادل الرئيسان وجهات النظر في الأمور المتعلقة بزيادة تدعيم العلاقات بين بلديهما، كما تناولت المباحثات المسائل الدولية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط. وصحب الرئيس جمال عبد الناصر ضيفه الكبير إلى استاد القاهرة، حيث أمضي ساعات رائعة مع الشباب العربي. واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس نيكيتا خروتشوف بعاصفة قوية من التصفير، بينما كان الرئيسان يردان على تحية الشباب. وقدم الرئيس ضيفه الكبير إلى الشباب بكلمة قال فيها: إن معنا اليوم هنا ومعكم صديق لأمتنا، وقف معنا ووقفت شعوب بلاده المجيدة بجوارنا، ونحن نعلي البناء حجرا فوق حجر، ونفجر إشاعات النور لنطرد الظلام من آفاقنا، فلا نترك على أرضنا إلا مشاعل الحرية. وقال الرئيس خروتشوف في كلمته: إن الجيل الجديد للشعب المصري يستطيع أن يعتز حقا لا بثقافته القديمة فحسب، بل بكل ما هو جديد لما خلقت أيديه من صناعة وزراعة وتطوير للثقافة. وبعد أن انتهى خروتشوف من كلمته التي تحدث فيها عما يمتلكه الشعب المصري من إمكانيات جبارة، قدم السيد طلعت خيري وزير الشباب هدية الشباب إلى الرئيس وضيفه. ثم قدمت مجموعات الشباب عروضا رياضية رائعة. ثم أقيم عرض للخيول والفرسان. في اليوم التالي التقى الرئيس وضيفه الكبير بممثلي القوى الشعبية العاملة في مجلس الأمة، وقوبل الرئيسان بالهتافات وتصفيق الحال. وألقى السيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة كلمة ترحيب بالضيف السوفيتي. وألقى الرئيس جمال عبد الناصر كلمة قدم فيها رئيس الوزراء السوفيتي إلى أعضاء مجلس الأمة بقوله:
إن شعب الجمهورية العربية المتحدة لاقى خروشوف خلال اليومين اللذين قضاهما على أرضه كما يلاقي الأصدقاء. وقد جاء خروشوف إلى مجلس الأمة ليلتقي بشعب الجمهورية العربية المتحدة فيكم ويصافح قواه العاملة. ومن فوق منصة مجلس الأمة تحدث خروشوف عن الخطوات الناجحة الموفقة التي خطاها شعب الجمهورية العربية المتحدة على طريق التطور والتقدم. وقال خروشوف إن الشعب السوفيتي أدرك وهو يتابع هذه الخطى الناجحة ما تحقق من خطوات رائعة، وقال إنه تحت قيادة عبد الناصر تحققت كل الإصلاحات السياسية والتطور الاقتصادي والنجاح الاجتماعي. ثم زار الرئيس خروشوف بعد الظهر برج القاهرة يرافقه السيد المشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية. وكان الدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء لشؤون الثقافة والإرشاد يشرح لهما ما يشاهدونه من منظار البرج من معالم القاهرة ومبانيها الحديثة. خروشوف بعد انتهاء زيارته للبرج يرافقه السيد المشير عبد الحكيم عامر الى منطقة اهرامات الجيزة، حيث زار الاهرام ومراكب الشمس وشاهد عظمة اثارنا القديمة. وجميع الضيوف المدعوين عرضا خاصا للصوت والضوء بدعوة من الدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء لشؤون الثقافة والإرشاد. وبعد انتهاء العرض حضر الضيف السوفيتي مأدوبة العشاء التي أقامها الدكتور حاتم في استراحة خوفو بالهرم. وكان الرئيس جمال عبد الناصر في استقبال الضيف الكبير عند وصوله الى الاستراحة. وفي اليوم التالي وصل الرئيسان الى مدينة الدواء بأبي زعبل. وقام الرئيسان بزيارة اقسام المصنع فشاهدا مراحل العمل المختلفة في صناعة الادوية التي تقوم على احدث الطرق وباحدث الالات. وصل الرئيسان جولتهما في المصانع فشهدا القسم الخاص بإنتاج الأقراص والتعبئة. وكان الرئيسان في أثناء ذلك يبديان ارتباطهما وارتياحهما لما شاهداه من التطور الدوائي على أرض الجمهورية العربية المتحدة. وفي المساء توجه الرئيسان إلى دار الأوبرا لمشاهدة الحفل الذي أقيم فيها بدعوة من السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي. وقبل جمهور المسرح الرئيسين بالتصفيق. وبدأ العرض الذي شمل لوحات الراقصة قدمتها الفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة رضا للفنون الشعبية. لحضور احتفالات تحويل مجرى مياه نهر النيل. وصحب الرؤساء السادة نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء والشخصيات السوفيتية. واستقبل الرؤساء المهندس محمد صدقي سليمان وزير السد والسيد مذكور أبو العز محافظ أسوان. وتحرك موكب الرؤساء من مطار أسوان إلى الباخرة رمسيس بين حفاوة الجماهير المحتشدة وهتافاتهم المدوية بحياة الرؤساء وحياة الصداقة العربية السوفيتية.
ووصل الموكب إلى مرسى الباخرة رمسيس. وصعد الرؤساء إلى ظهر الباخرة ومعهم السيد المشير عبد الحكيم عامر النائب الأول رئيس الجمهورية، والسيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة، والسيد زكريا محي الدين، والسيد حسين الشافعي نائب الرئيس، والسيد علي صبري رئيس الوزراء. وكانت الجماهير في البواخر النيلية تحيط بالباخرة لتحيي الرؤساء وترحب بهم. وعند الاقتراب من السد الأمامي بدا المشهد رائعا فوق سطح النهر الذي استطاع الإنسان المصري أن يغير من مجراه. فوقفت الصنادل الجبارة تحمل أطنانا من الصخور لتلقي بها في النهر، بينما ألقى الرؤساء في الثغرة صخورا صغيرة كتب عليها تاريخ هذا الحدث التاريخي بسم الله وباسم الشعب إذانا بقفل مجرى النيل. وزار الرؤساء بعد ذلك القناة الأمامية والخلفية والأنفاق، وكان المهندس محمد صدقي سليمان والخبراء يشرحون للرؤساء والمدعوين العمليات الجبارة التي بُنيت لبناء السد العالي. وبعد الظهر وصل الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس عبد الله السلال والمشير عبد الحكيم عامر ليستقبلوا السيد الرئيس عبد السلام عارف رئيس جمهورية العراق عند وصوله للمشاركة في الاحتفال بعيد السد العالي. وحيا الرئيس العراقي حرس الشرف. وكان في استقبال سيادته السادة نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة. في المساء استقبل الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف عند وصوله الى الاستراحة، حيث استؤنفت المباحثات الرسمية. وفي اليوم التالي استقبلت الجماهير الرؤساء عند وصولهم الى السرادق الذي اقيم في منطقة السد بمناسبة تفجير السد الرملي استقبالا منقطع النظير. وجلس الرؤساء على المنصة الرئيسية ومعهم المشير عبد الحكيم عامر. وألقى المهندس محمد صدقي سليمان وزير السد كلمة رحب فيها بالرؤساء وقال إن الشعب السوفيتي شارك بإمكانياته وجهوده في تحقيق هذا النصر العظيم. وقال للرئيس العربي من حقك أن تفخر بالعمال العرب الذين بنوا السد. وقال الرئيس جمال عبد الناصر هذا رمز حي لإرادتكم وتصميمكم ومقدرتكم على العمل وعلى الفداء، هنا تذكار لانتصاركم على كل اعتداء، هنا صورة رائعة لأحلامكم حققها العمل. ثم تكلم الرئيس نيكيتا خروشوف فقال إنه لمن دواعي السعادة أن تكون أول زيارة لي إلى أرض عربية في هذه الأيام التاريخية التي يرتفع فيها السد العالي صرحا شامخا لا يزول مجده. الرؤساء بعد ذلك يدا واحدة بضغط الزر لتفجير السد الرملي، وطار السد الرملي في الهواء وتفجرت المياه وارتفعت هتافات الآلاف المؤلفة من العمال الذين وقفوا على قمم جبال أسوان المشرفة على السد العالي يحيون الرؤساء بهتافاتهم المدوية. إن هذه اللحظات التي غمرت فيها المياه المجرى الجديد رمز حي للإرادة والعمل. وفي اليوم التالي أعدت زيارة لمنطقة رأس بناس بالبحر الأحمر لصيد الأسماك الفريدة من نوعها في هذه المنطقة. يوم
17 مايو عام 1964 يوما خالدا في تاريخ الجمهورية العربية المتحدة. وقد استقل الرؤساء الأربعة الرفيق نيكيتا خروتشوف والمشير عبد السلام عارف والسيد أحمد بن بيلا والرئيس جمال عبد الناصر ومعهم كبار الشخصيات السوفيتية والعراقية والجزائرية والعربية الباخرة لوتس من مرسى خزان أسوان لمشاهدة إقفال مجرى النيل القديم إلى الأبد. وقد كانت الباخرة محاطة بمظاهرة نيلية رائعة. وشاهد رؤساء السيارات وهي تلقي بما تحمل من الصخور في قلب الثغرة المفتوحة. وتم بذلك انتهاء العمل تماما في السد الأمامي وفي جميع أعمال المرحلة الأولى. وكان لقاء رائعا بين الرئيس جمال عبد الناصر وضيوفه بين العمال العرب الذين قاموا ببناء السد. وفي المساء أزيحت الستارة عن اللوحة التذكارية. وبعد الساعة السابعة كان الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة التي صنعت المعجزة يسير على جسم السد العالي مع ضيوفه رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي ورئيس الجمهورية العراقية ورئيس جمهورية الجزائر، حيث قصوا الشريط الحريري إذانا بهذا الحدث التاريخي العظيم. وحضر الرؤساء بعد ذلك الاحتفال بتوزيع الأوسمة على العاملين من رجال الاتحاد السوفيتي والجمهورية العربية في السد العالي. وفي بداية الحفل أهدى السيد مدكور أبو العز مفتاح أسوان إلى الرؤساء وإلى المشير عبد الحكيم عامر بين الحطاوة والتكريم. وقام بعد ذلك الرئيس نيكيتا خروتشوف بتوزيع الأوسمة والميداليات على وزير السد والعاملين فيه من السوفيت والعرب. ثم سلم الرئيس جمال عبد الناصر الأوسمة والنياشين لوزير السد والسفير السوفيتي والعاملين في السد من السوفيت والعرب. وفي صباح اليوم التالي زار الرؤساء منطقة الأقصر الأثرية، وكان في استقبالهم السيد الدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام ومحافظ الأقصر ووكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة وكبار الشخصيات. وعند نزول الرؤساء قدمت إليهم باقات الزهور. وشق موكب الرؤساء الطرق التي احتشرت فيها الجماهير التي أخذت تهتف بحياة الرئيس جمال عبد الناصر وضيوفه وحياة الصداقة العربية السوفيتية. وكان الرؤساء في سيارات مكشوفة يردون التحية للجماهير. وشهد الرؤساء أثناء زيارتهم القصيرة للمدينة الأثرية الخالدة آثار الفراعنة الأمجاد التي تدل في روعتها وضخامتها ودقتها على عظمة فن المعمار في مصر منذ آلاف السنين. قام المشير عبد الحكيم عامر النائب الاول لرئيس الجمهوريه ونائب القائد العام للقوات المسلحه مأدبه عشاء في نادي القوات المسلحه بالزمالك تكريما للرؤساء. وقد حضرها الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي ورئيس العراقي المشير عبد السلام عارف رئيس جمهوريه العراق والرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهوريه العربيه المتحده والمشير عبد الله السلال رئيس الجمهوريه اليمنيه وكبار الشخصيات السوفيتيه والعربيه. جمال عبد الناصر الرئيس نيكيتا خروتشوف ورئيس عبد السلام عارف في زيارة إلى مدينة بورسعيد الخالدة. وقد صحب الرؤساء في هذه الزيارة المشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية ونواب الرئيس ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء وكبار الشخصيات السوفيتية والعربية. وخرجت جميع المحافظات التي مر بها القطار الخاص
تستقبل الرئيس جمال عبد الناصر وضيوفه الكبار. وأعرب أبناء مصر على طول طريق القطار عن غبطتهم وسرورهم بلقاء الرؤساء الأحرار الذين يعملون من أجل السلام والرخاء والحرية. وصل القطار إلى بورسعيد، المدينة الباسلة التي صمدت أمام حشود الغدر والطغيان وردت بعزيمة جبارة قوى المعتدين. وكان السيد عماد الدين رشدي محافظ بورسعيد في استقبال الرؤساء، كما كان السادة محمود يونس مدير هيئة القناة وكبار الشخصيات في المدينة في استقبالهم. وفي خارج المحطة كانت الآلاف المؤلفة من شعب بورسعيد الباسل الذي سجل لنفسه ولمدينته الخلود ينتظرون لقاء الرؤساء. وركب الرؤساء سيارة مكشوفة وقفوا فيها جميعا يردون تحية الشعب البطل. وبين هذه المظاهر الخلابة وصل الركب إلى النصب التذكاري للشهداء في ميدان الشهداء، ووضع الرؤساء باقات الزهور على النصب التذكاري. ووقفوا جميعا يحيون الشهداء الأبطال الذين جادوا بدمائهم الزكية الطاهرة في الدفاع عن مدينتهم الباسلة. وشهد الرؤساء بعد ذلك المؤتمر الشعبي الكبير الذي ضم كبار الشخصيات السوفيتية والعربية ورجال التحالف الاشتراكي العربي وآلاف من أبناء بورسعيد. ورحب السيد عماد الدين رشدي بالرؤساء ثم قال إن بورسعيد تعيش أحلى أيام عمرها، فقد ربط التاريخ بين كفاح بورسعيد وبناء السد العالي، إذ بذل أبطال السد حبات العرق هناك على ضفاف النيل وبذلنا نحن هنا الدم الطاهر. ثم قدم سيادته باسم شعب المدينة الباسلة إلى الرؤساء الثلاثة درع المدينة وعلمها. تكلم الرئيس جمال عبد الناصر فشرح أبعاد المعركة الخالدة وتأثيراتها داخل الأرض العربية وخارجها، وقال أن انتصار الشعب في بورسعيد كان انتصارا لمصر وللأمة العربية وللثورة الاجتماعية ولحركة التحرير الوطنية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقال الرئيس نيكيتا خروشوف إن مدينة بورسعيد تعتبر من الأماكن المقدسة التي يزورها الإنسان فيحس فيها بجلال الكفاح الإنساني ويحس فيها بروعة النضال الشعبي. وبعد ذلك قصد الرؤساء إلى هيئة قناة السويس، حيث صحبهم المهندس محمود يونس رئيس هيئة قناة السويس إلى السفينة تمساح. وطاف الرؤساء بالسفينة تمساح القناة بينما كان الآلاف من أبناء بورسعيد يؤلفون أكبر مظاهرة بحرية لتحية الرؤساء والترحيب بهم. وكانت بعض القوارب تحمل عمال هيئة القناة وأخرى تحمل الفرق الموسيقية تعزف الموسيقى والأناشيد الوطنية. واستقال الرؤساء بعد ذلك سيارتهم المكشوفة وقاموا بجولة في المدينة، زاروا خلالها أماكن العدوان والحي الشعبي ومناطق التعمير في بورسعيد. وعند ذلك انتهت زيارة الرؤساء لمدينة الخلود والنصر بورسعيد.